نحن الآن في مدخل قصر أسر حدون آخر الملوك الآشوريين العظام، واللي يقع تحت جامع النبي يونس في مدينة الموصل. يعود تاريخ هذا القصر إلى 2700 سنة. هذا القصر تعرض إلى عملية تدمير وتخريب وسرقة من قبل داعش. بسبب هذا الفيضان كميات هائلة من المياه والطين دخلت إلى مدخل النفق اللي أدي إلى آخر ثورين مجنحين سليمين موجودين في نينوى. انشد مفتشية آثار نينوى والوقف السني في نينوى لاتخاذ إجراء عاجل لإصلاح أنابيب الإسالة الموجودة في جامع النبي يونس حتى ننقذ قصر أسر حدون وجامع النبي يونس من الانهيار.